ونبقى في الحدث نفسه، حيث لفتت عازفة سعودية أسماع مرتادي المعرض وشدت انتباههم بأجمل المقطوعات الموسيقية. عبر ملامحها البريئة وهدوء شخصيتها، استطاعت نوف توفيق أن تفوز بتشجيع الكثيرين من زوار معرض مشروعات مكة الرقمي، ولم يكن اتخاذ قرار العزف سهلا بالنسبة لها. فأول العقبات كانت عندما قررت أن تكون عازفة. شغف ومسيرة إبداعية في لحنها وسطرها انطلقت بها نوف توفيق بالطموح والإصرار والمتعة التي لا تعني الوصول للهدف، بل السعي للوصول لذات الهدف. بدت الفكرة قبل سنتين تقريبا، أول مشاركات كانت لي بموسم الرياض، غطيت تقريبا 3 شهور كاملة، والعلا كمان طلعناها، كانت تجربة خرافية. والحين زي ما انت شايف كل الإيفنتات اللي قاعدة تصير، الحمد لله أسماءنا صارت موجودة وقاعدين نشارك في كل شيء. وبخصوص أن الإيفنتات الجدية قاعدين يربطوا فيها صاروا الميوزك، فهذا شيء غير وعكس مرة كثير. دخلت الناس للمكان، لما أنت داخل دائما متعود تشوف شيء جدي ويخص الأمور الجدية، بس في تلقى لمسة بسيطة كذا، باك جراوند خفيف تسمعه، بحيث حتى أنت وداخل يفرق، حتى في النفسية بيفرق، والناس بتشوف شيء تغيير. يعني الموضوع ما صار تركيزي على شيء واحد معين، أنت بتدخل بتشوف مبدعين، بتشوف مصممين، بتشوف مهندسين، يعني شيء صراحة كلنا فخر باللي قاعد يصير. يعني الناس متوقعين يدخلون على معرض وشيء مرئي يتفرجوا عليه، بس أني أكون أنا قبلهم وقاعدة أعزف وبنت، تقبلهم للموضوع حتى اختلف. يعني صار الحين متقبل، بس بنفس الوقت فيه مفاجأة لأنه شيء مو معلن عنه. فأنت لما بتدخل بتشوف هالشيء، أنا قاعدة أقرأ الناس بدون سابق علم لهم في الموضوع، فشيء خلاص مفاجئهم. أنا قاعدة أقرأ وأشوف قبول الصراحة، واختلف علي، جد اختلف علي، قاعد يعطيني ثقة مو طبيعية. وأنه ربطوا الموسيقى في أمور زي كذا، يعني هذا شيء طلع كل أحد كان بالبيت عنده موهبة، كل اللي بيشارك صار. تخطي العقبات لم يكن مجرد خطوة في نظرها، بل كان بمثابة رحلة بعنوان مدرسة. فخلال عملها رأت العازفين المحترفين واكتسبت منهم مهارات عدة، كما مثلت نوف توفيق المملكة في ألمانيا في اليوم الوطني مع فرقة موسيقية ألمانية، وكما شاركت في شتاء طنطورة بالعلا وموسم الرياض. لبرنامج يا هلا محمد بن مشهور، جدة.